وكده. شوفي مدى العلاقة دي. وبعدين في خلال 4 أيام وأنا بقول له الوسط الصحفي بيقولوا هم معزومين على حفلة في بيروت عشان توقع. يقول لي يا محسن ما أنت متعود دي كلها إشاعات. طب لما متعود كل دي إشاعات تفاجئ إن اللي هم قالوه في الإشاعات دي تحقق يوم الخميس وأشوفه زي الآخرين وعقده ساري المفعول. ساري عقده ساري المفعول معايا وانا بشتغله في الاستوديو. يعني اثناءها انا بشتغل في الاستوديو وهو راح يمضي واتعمل هيصة وزنبليطة والبتاع. قال انا ازاي انزل الاستوديو تاني يوم علشان ابدع؟ الابداع مات. حسيت ان انا من جواه طفى. فلما بيطلبني بعد الخميس بيطلبني بقى بتاع ما بقتش ارد ولا قادر ارد ولا لاقي كلام اقول له فيه ايه علشان ارد. فبعت لي مسج قال لي انا موجود عندك بالليل في البيت رديت ام لم ترضى؟ مش عايز تفتح لي الباب ما تفتح ليش الباب. ففعلا في الميعاد جه. بس انا قبل الميعاد كان بيربطنا رابط مشترك الاعلامي عمرو الليسي صديقي ووالده الاستاذ ممدوح الليسي الله يرحمه من اعز الاصدقاء وله افضال كتيره في مسيرتي الفنيه. فقلت له عمرو ارجوك احضرنا لانه هيكون في بيتي وانا مش حابب يكون فيه. ففعلا عمرو الليسي حضر قبل وصول عمرو بخمس دقائق. دخل عمرو بيعرض الاسباب بيقول لي اصل يا محسن انا حسيت الى انه انا مضيت للسنه الجايه مش للسنه اللي احنا بنشتغل فيها. وقلت ده البرنس وليد وبتاع فرصه لقطه. قلت له لقطه في ايه يا عمرو؟ شوفي لو قلت لك من هنا لبكره على الارقام اللي كان بياخدها عمرو في ذلك الوقت مش هتصدقي، لان لما بقولها الاخرين ما بيصدقوش. حتى عمرو نفسه في ذاك الوقت ما كانش بيصدق. يعني عرض الامير وليد بن طلال ما كانش مختلف عن عرض محسن جابر في القيمه هو المادية؟ عرض الامير، عرض الامير رشا انت بتستفزيني في بهدوئك ده. عرض الامير في الوقت ده كان تحدي، ما كانش عرض فني وما كانش عرض تقدري تقولي تجاري، لانه في الوقت ده انا يعني عرض عليا ان انا ابيع الشركه كلها. وجه احد الافراد المهمين جدا لدى الامير جالي البيت واداني مهله 48 ساعه ان في خلال المهله 48 ساعه دي اني ارد عليهم بالموافقه على ان انا ابيع الشركه ليهم واحد كان الشروط لان انا لما ابيع الشركه بقى اعيش حياتي بقى يعني مش هشتغل حتى في نفس المهنه وكده. لا خلاص بقى المهنه دي ممنوع عليك ان انت تشتغل فيها، بقى تروح بقى تحط رجلك في الميه في البحر في البتاع تعيش حياتك واللي انت عايزه هديهولك.